يمكن الجمل اللافتة في هذا المنتدى والحاجات اللي تثير الانتباه وينبغي التوقف أمامها هو حديث الرئيس عن الحاجات اللي بتجذب المستثمرين الأجانب لمصر. هو ذكر على وجه الخصوص فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي التطور الكبير اللي حصل في البنية التحتية، سواء بنتكلم عن الطرق والكباري أو المطارات والمواني، كل ده تم بتخطيط معين عشان يساعد أي مستثمر أجنبي على أنه هو يحط فلوسه في مصر وهو مطمن أنه هيلاقي الطرق اللي ينقل بيها البضائع أو التجارة أو ينقل بيها مستلزمات الإنتاج والمواد الخام. ده غير بقى مسألة الطاقة، يعني إحنا كان عندنا أزمة طاقة كبيرة جدا، الكهرباء كانت بتقطع لمدة ساعات وبشكل يومي. النهاردة إحنا قدرنا نعالج هذه المسألة تماما، الكهرباء ما بتقطعش عندنا، وبالعكس إحنا عندنا كمان يعني اكتشافات من الغاز الطبيعي بتساعدنا إن إحنا يكون عندنا فائض وكمان بنصدر للخارج. وقصة الغاز الطبيعي هي قصة من القصص اللي مصر قدرت فيها يعني تعمل اختراق حقيقي بتأسيس منتدى غاز شرق المتوسط وبالصادرات الكبيرة اللي بقت بتشارك في الاقتصاد أو في الناتج المحلي الإجمالي. طب إيه كمان الأهم من كل ده؟ إنه في إرادة سياسية حقيقية لتذليل أي عقبات تواجه أي مستثمر أجنبي في مصر. فخامة الرئيس قالها صراحة، إحنا موجودين ومستعدين نحل أي مشكلات عندكم في الاستثمار. ده كمان شفنا بوادر ليه في الفترة اللي فاتت من خلال يعني تسهيل قوانين الاستثمار، شفنا بوادر ليه من خلال الترويج لمصر بصورة مختلفة الحقيقة، باعتبارها أيضا مكان يعني بيجمع كيانات اقتصادية مهمة وفرص استثمارية واعدة. فأي مكان في الدنيا لو كان في أفضل الفرص لكن في صعوبة في الإجراءات أو مفيش تنبه لفكرة تذليل العقبات، وجاية من مين بقى؟ جاية من أعلى رأس في الدولة أو قمة الهرم التنفيذي، يعني زي ما بنقول جاية من رئيس الجمهورية نفسه. إذا في أي عقبة بيقول لهم بشكل صريح وواضح هنحلها لكم، وإحنا نرحب بوجودكم وعايزين الاستثمارات وعايزين التواجد التجاري. والحقيقة بقى يعني عشان يعني نلخص هذه المسألة، التركيز على التنمية الاقتصادية وفرص التنمية الاقتصادية أمر أهم بكتير من التركيز على مكامن الخلاف ومكامن الصراع، وده اللي مصر بتعمله أيضا في السنوات الأخيرة في سياستها الخارجية، بتركز أنها تفتح أفاق للتعاون التجاري والاقتصادي مع دول مختلفة. بدل ما نركز على الصراعات والخلافات، لا، نركز ممكن نعمل تجارة مع مين، ممكن نفتح مشاريع مع مين، ممكن نعمل فرص للتنمية مع مين. كل بلد ممكن نخلق بيننا وبينهم فرصة للتنمية والاستثمار، وكل ده في النهاية بيصب في صالح الاقتصاد وبيصب في صالح المواطن. ده بالنسبة لمنتدى الأعمال المصري الصربي. نشوف بقى مع حضراتكم كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس صربيا ألكساندر فوتشيتش. أود الإعراب عن عميق امتناني للضيافة الكريمة من جانب فخامتكم والحكومة الصربية والشعب الصربي العظيم. اسمح لي فخامة الرئيس أن أنا أقول لك أن إذا كانت صربيا بتحب وشعبها بيحب مصر، فبرضو الشعب المصري بيتم كل الاحترام والتقدير والمحبة للشعب الصربي، ونتمنى أن احنا نستقبل المواطنين الصربيين في مصر ضيوفا علينا في المقاصد السياحية، يشوفوا بلدهم الثانية مصر. يعني أتطلع إلى تحقيق نتائج مثمرة خلال هذه الزيارة، والتي تأتي في توقيت حيوي لتعكس مدى الأهمية التي نوليها للعلاقات الثنائية بين بلدينا وحرصنا المشترك على الانتقال بها إلى آفاق أرحب ومستوى أكثر تمييزا. أود أن أؤكد على تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع صربيا في كافة المجالات، في ضوء ما يربط بلدينا من علاقات تاريخية ثرية، سواء على المستوى الثنائي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية في عام 1908، أو على مستوى متعدد الأطراف من خلال دورهما البارز في تأسيس حركة عدم الانحياز، والتي احتفلت صربيا في شهر أكتوبر بالذكرى 60 لأول مرة استضافته بالبراد للحركة. واسمح لي أقول فخامة الرئيس، في مصر الشعب المصري كله يعرف أن صربيا تعني جوزيف تيتو بكل ما تعنيه هذه الكلمة من مكانة عظيمة لهذا الزعيم الرائع العظيم الملهم، الذي تمكن هو والرئيس عبد الناصر والرئيس نهرو من وضع لبنة عدم الانحياز في العالم لأول مرة. فخامة الرئيس، أود الإعراب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم
على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين. الزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية بين بلدينا خلال السنوات الماضية، والذي انعكس في عدد من الزيارات رفيعة المستوى من قبل مسؤولي البلدين، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصلحة شعبهما. وقد جاء اجتماعنا اليوم تتويجا لجهودنا المشتركة على مدار الفترة الماضية لدفع التعاون الثنائي بين البلدين، ولوضع إطار استراتيجي متكامل تضمنه الإعلان المشترك الصادر عن الزيارة بشأن الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا، والذي يحمل أيضا تصورا مشتركا لمختلف أوجه التعاون في كافة المجالات وسبل دفعها في الفترة المقبلة، بما يؤكد إرادتنا السياسية المشتركة في هذا الشأن، ويمهد لمرحلة جديدة من الشراكة التي تربط بين البلدين. ولقد توافقت رؤانا خلال المباحثات على أهمية مواصلة آلية المشاورات السياسية بين البلدين واللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني والعلمي، وذلك لأهميتها في دفع وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتى المجالات، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري في المنتجات الزراعية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعلى الصعيد الدولي تبادلنا الرؤى ووجهات النظر حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك للبلدين، وعلى رأسها التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا، كما تناولنا قضايا موضوعية متعددة تشمل سبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتداعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التداعيات، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين. وفي هذا الصدد يقوم الموقف المصري على أساس تناول كافة السبل المؤدية والتوصل إلى حل سلمي للنزاع، وبذل كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. ومن ثم تم التأكيد على أهمية إيجاد البدائل والحلول التي تضمن تجنيب الشعوب الآثار السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وتناولت المباحثات أيضا جهود مصر في حشد المجتمع الدولي لمكافحة تغير المناخ، وهو ما انعكس في حرص مصر على استضافة قمة المناخ العالمية COP27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، ونتطلع لمشاركة فخامة الرئيس فيها في سبيل المساهمة في وضع العالم على الطريق الصحيح نحو تحويل التعهدات والوعود إلى تنفيذ فعلي على الأرض. فخامة الرئيس، اسمحوا لي ختاما أن أعرب عن تقديري لضيافتكم الكريمة في بلدكم الصديق، والامتناني لفخامتكم بمنح وسام جمهورية صربيا، معربا عن تطلعي لأن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون والتنسيق بين مصر وصربيا بما يحقق الرخاء والازدهار لشعبين الصديقين، ويولد مزيدا من قوة الدافع للصداقة الممتدة التي تجمع بين شعبينا وبلدينا.